الصوم الأربعيني المقدس 13 آذار. الله لنا ملجأ وقوة، لقد كان لنا الرب عونا في الضيقات، وجوده كان شديدا في حياة شعبه، وهو اليوم أكثر شدة بيسوع المسيح وروحه القدوس. لذلك لا تخشى ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال وهاج البحر وتزعزعت الجبال، فيقول لك الرب: هلما يا شعبي وادخل مخادعك واغلق بابك، لأن الرب آت لا محالة. لا يمكن إلا أن تأتي العثرات حتى الصعوبات ومن أقرب الناس، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. هذا ما حذرنا منه السيد المسيح عندما وضع ثقته بالله وطلب منا أن لا نخاف، لأنه معنا حتى انقضاء الدهر. لأجل ذلك بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟ في متى. وكذلك رؤساء الكهنة يستهزئون به لأنه أتى ليغير نظرة العالم، ولأنه أراد أن يخلص الإنسان من كل المظاهر الخداعة ومن العثرات التي تأتي من الناس. لكنه كان ثابتا في مشيئته التي هي مشيئة الله لأجل الإنسان. كل هذا حمله على صليبه لأجلنا ولأجل محبته لنا. أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا كما يقول سفر أشعياء. المؤمن بالمسيح لا يخشى من خبر سوء، لأن قلبه ثابت متكل على الرب. وقد كلمنا بهذا السيد المسيح ليكون لنا فيه سلام. في العالم نعم سيكون لنا ضيق، ولكن ثقوا، إني قد غلبت العالم، يقول المسيح. آمين.